الأول كل سنة وأنت طيب، احتفال جديد وغريب، قول لنا بقى. كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله تبقى سنة خير علينا كلنا بإذن الله. ده الاحتفال الفترة الجاية كله كده، لازم بوظ التورتة في وش اللي عنده عيد ميلاد. اتفقتوا على كده؟ آه. يمكن مناسبة جميلة، عيد ميلادك، والنهاردة ربنا كرمنا، فوز جميل وكبير، أول ماتش في كأس العالم للأندية. الفرحة فرحتين الحمد لله. بمناسبة الماتش النهارده نتيجة كويسة وماتش كويس، إن شاء الله نبني ونركز إن احنا نوصل لأبعد نقطة في البطولة إن شاء الله. بشكر زمايلي كلهم على المجهود، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله نوادي الجمهور بإذن الله، وكل واحد بيتفرج علينا إن احنا نطلع أكثر جهد في البطولة ونوصل لنقطة بعيدة إن شاء الله، موصلناش قبل كده إن شاء الله. يمكن النهارده مباراة صعبة، أنتوا سهلتوها بالفوز الكبير والنتيجة، بس اللي جاي أصعب. طبعا اللي جاي أصعب، يعني النهارده معظم الناس كانت مفكرة الماتش صح، بس الماتش ما كانش ماشي كده، فرقة قوية وفرقة محترمة، فالحمد لله يعني عرفنا ندير الماتش كويس وعرفنا نستحوذ على الماتش. الحمد لله على التلات أجوان، ربنا يكرم في الجيم إن شاء الله. ماتش سياتل هيبقى خطوة مهمة للاستمرار في البطولة، شايفه ازاي؟ ربنا يكرم ان شاء الله، هنركز في الماتش ده عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل في البطولة. زي ما قلت لك بناخد كل ماتش ماتشو، ان شاء الله ندرس الفرق كويس ونتفرج عليها كويس، وان شاء الله ربنا يكرمنا بمكسب ان شاء الله نكمل فيه في البطولة ان شاء الله. كان طمنتنا انت عليك، انت راجع من فتره صبر شويه، طمنا عليك يعني رجعت الحمد لله الامور كويسه. وطبعا بشكر جهاز الطب كله بصراحه، واقفين معايا وبيشتغلوا معايا صبح وليل، والحمد لله يعني الحمد لله على المكسب النهارده، وبعد المكسب ده للجمهور، وطبعا مش عايزين ننسى الشهداء، ربنا يرحمهم ويجعلهم في الجنه ان شاء الله، ونقدم المكسب ده طبعا. جمهور الاهلي العظيم اللي واقف وراكم النهارده وفي كل مكان، طبعا بنشكرهم وعاوزينك دايما في دارنا، وان شاء الله نستناكم الماتش الجاي ان شاء الله.